ما نشوف كابتن واحد علاء نبيل بقى. شوف كابتن علاء نبيل اللي هو يعني حقيقي نقدر نقول محايد بنسبه كبيره جدا. طيب كابتن علاء نبيل سئل بما انه كان مدير قطاع الناشئين عن طاهر محمد طاهر، رايه فيه ايه؟ هل يمثل اضافه للاهلي ولا لا؟ نشوف. التوفيق ده طبعًا مهم جدا طبعًا. طاهر ده جون تاني برضو جابه اللي هنشوفه ده. اتفضل. طاهر من من رؤيته الفنيه طاهر عنده حاجتين اللي هو اي مدرب دور عليها، لما تيجي تقول لعيب تقول له يقول لك ايه، بيعرف يدافع ولا ما بيدافعش؟ طبعا اللي بيدافع وبيهاجم في نفس الوقت عنده تميز. طاهر بيدافع بيدافع كويس، عنده الحق بينزل يدافع لغايه 18 تحت وبيعرف يقطع كور. عنده الميزه الثانيه اللي هو حته اللي هو بيشد فرقته، برجله واسع لو تلاحظ في المهاوات ده صحيح، برجله واسع وبيقدر يشد فرقته بينقل فرقته من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه في اسرع وقت. مين اللي كان بيعمل كده في النادي الاهلي؟ رمضان صبحي طبعا. يعني ستايل لعبه قريب من رمضان. في ناس يقول لك لا بعيد عن رمضان، في ناس لا، هو متكلم على ستايل لعب. كل واحد وامكانياته، كل واحد ومهاراته. هو طاهر بيلعب في ثلاث مراكز كمان، يعني في اليمين والشمال وتحت راس الحربه. تحت تحت راس الحربه بيلعب في اي مكان فيه. يعني الجون ده جابه هو تحت راس الحربه. اللي هو بتاع جول الاتحاد. فاعتقد ان طاهر اضافه قويه للنادي الاهلي. اضافه طبعا. بص يا كابتن، لما تيجي تقول اضافه بتقارن اللي موجود باللي جاي. تمام. انا شايف من وجهه نظري ان طاهر يلعب. اللي موجود لا طاهر يلعب. وعنده تسديده قويه، يعني عنده رجل قويه كمان، بيعرف يجيب جون بشكل كويس. بيعرف يجيب جون. بيعرف يوصلك للجون. بيعرف يدافع. بس البعض بيقول انه عصبي شويه وكروت كتيره. انا اللي قلتها ومتعمد انا اقولها في كل مره عشان ده، عشان هو يسمع ويعرف ان الموضوع ده ممكن يعطله. تحليل فني من مدربه بقى كابتن علاء دربه ويرى انه بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم وعنده قدره انه يشوط وعنده قدره انه من يقدر يخش على جوه من تحت راس الحربه يلعب. اذا هذه ميزات لاعب يحتاجه النادي الاهلي، وباذن الله بشخصيته وبجديته يقدر يتنافس ويكون له مكان في النادي الاهلي باذن الله.